السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معانا وفيديو جديد وقناتكم تعليم وتغيير. في الفيديو السابق اتكلمنا ازاي نقدر نخش شات جي بي تي 4 من خلال متصفح، ومن خلال ان احنا نخش نسجل على متصفح بي او اي ونقدر ندخل شات جي بي تي 4 مجانا. انصحك بالرجوع للفيديو. بنكمل كلامنا حوالين الذكاء الصناعي، وبنقول يا جماعة الذكاء الصناعي أصبح شيء لازم إن أنت تدخل المجال ده وتعرف إزاي إن أنت تستفاد منه. في يوم 23 يناير 2023 وقعت شركة مايكروسوفت مع شركة أوبن إي آي اللي هي المنتجة أو المالكة لشات جي بي تي 3 وشات جي بي تي 4 وبعض الروبوتات وبعض البرامج الذكاء الصناعي، وقعت معها اتفاقية ان هي تبقى بارتنر شيب ليها. معنى كده ان مايكروسوفت هتعمل انتجريتد لمتصفحاتها وتعمل انتجريتد لمنتجاتها مع شركة اوبن اي اي، وتقدر من خلال منتجات مايكروسوفت ان انت تستخدم الذكاء الصناعي. واول حاجة ظهرت لنا في الموضوع دوت، لم اول حاجة ظهرت لنا في الموضوع دوت لما شركة مايكروسوفت نزلت على متصفح بينج ان انت تقدر تعمل شات بالذكاء الصناعي اللي هو انتجريت لشات جي بي تي. ازاي الكلام دوت؟ الكلام دوت من خلال ان انت تخش على متصفح بينج وتبتدي تسجل عليه، وبتاخد ويت ليست وبيعمل لك حساب على النيو بينج. هو هنا بيقول لك ايه؟ نقدم لك بنج الجديد، اطرح اسئلة حقيقية واحصل على اجابات. وبيديك مثال وبيقول لك لو انت مثلا بتقول له احتاج الى اقامة حفل عشاء لست اشخاص نباتيين، هل يمكنك اقتراح قائمة من ثلاث اطباق مع حلوى وشوكولاتة؟ بص، انت قلت له انا عندي حفلة عشاء، انا عندي حفلة عشاء، ممكن تعمل لي بقى وجبة وتعمل لي الحفلة دي وتجهزها لي؟ يقول لك على عيني وراسي. بص هيقول لك ايه هنا، دي النتائج اللي انت كنت بتحصل عليها، دي النتائج اللي انت 7 خطوات لحفلة ومش دي النتائج لي هنا. لأ، بص على الشمال كده بقى الموضوع مختلف شوية. بيقول لك ايه؟ مرحبا، هذا هو بينج، نعم يمكنني اقتراح قائمة من 3 أطباق نباتية، مش عارف ايه، مشرم مش عارف ايه، وأرز هندي مقلي مع كذا، وكشن بالسبانخ والجبنة، وبودنج الشوكولاتة، وكعكة شوكولاتة، ومش عارف ايه. وتقدر تخش تقول له أسئلة كمان وكمان وكمان حوالين الموضوع ده. طب أنا أقدر أسجل في بينج ده إزاي؟ أولا لو أنت مش عندك حساب على بينج، بتعمل كده تسجيل دخول، وبتقول له انشئ حسابا، بيجي يقول لك تستخدم رقم الهاتف ولا تحصل على بريد الكتروني جديد. بقول له معلش انا عايز احصل على بريد الكتروني جديد، ممكن بقى تكتب اي بريد الكتروني، يعني نعمل اي بريد الكتروني كده ASDFGN مثلا البريد الالكتروني دوت، وبتختار كلمة مرور، وتقول له اوكي، وبيحتاج بقى معلومات، بتكمل معلوماتك عادي خالص. بعد كده بيقول لك انت كده فتحت الحساب بتاعك، يرجى حل اللغز. طب حل اللغز، اختار مربع اللي هي الكباتشة اللي بيجيبها لك لحاجتين مطابقتين اهو، ادي واحد اكتمل التحقق، تم اثبات ان انت انسان، انت كده بقى عندك حساب على بينج. طب ايه الخطوة اللي انا اعملها بعد كده؟ ان انت بتخش تقدم على بينج الجديد، نقدم لك على بينج الجديد التعرف على المزيد، وبتقول له ساين انتو شات، وبيقول لك
لقد تم ضمك مرحبا في بنج جديد. انت كده دخلت بنج جديد وبتقدر تفتح في مايكروسوفت شات زي شات جي بي تي بالظبط، زي شات جي بي تي بالظبط، وتقدر تطرح عليه كل الأسئلة وتتكلم معاه عادي خالص. نستنى يحمل، حمل اهو معانا. نبتدي بقى ان احنا ايه نطرح عليه الأسئلة. بيقول لك ادي الشات، انت ممكن تطرح عليه الاسئله هنا. يعني تعمل له ازاي؟ يعني احنا ممكن نروح نقول له ايه، صباح الخير، هل يمكنك مساعدتي في انشاء محتوى على اليوتيوب؟ بالتأكيد يمكنني مساعدتك في ذلك. ما هو موضوع الفيديو الذي تريد إنشاؤه؟ شكرا. وبتبتدي بقى ممكن تسأله على أي حاجة، وممكن زي اللي أنت بتتكلم عليه ده لو شات، وده لو سيرش يجيب لك النتائج اللي أنت تعمل سيرش عليها. ولو انت عايز تخليها في شكل شات بتخليها في شكل شات زي ما انت عايز تشوف. اتمنى يا رب اكون قدرت افيدكم، واتمنى يا رب يكون ده فيديو مهم. حاول تخش وتعمل حساب على بنك، وان شاء الله باذن الله باذن الله تستفيد منه وتبتدي تحصل على معلومات ادق واسرع. وخد بالك ان الموضوع مستمر في التطوير، فدي فرصة ما يجبش ان انت تعوضها. دي بدأت كده يا جماعة، الموضوع ده بيتطور كل يوم، الموضوع ده بيتطور كل يوم. الله أعلم أنت في خلال شهرين، في خلال 3 شهور هتوصل لغاية فين. الموضوع أقوى بكتير قوي من أنت تتخيل. اوعى تفتكر إن احنا بنشرح مجرد حاجة، إن احنا دخلنا على موقع أو حاجة. الموضوع ليه تبعياته، الحقه من أوله، الحقه من أوله، والحق بالرجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.